اهتزت ليلة أمس الجمعة مدينة المحمدية على واقع جريمة قتل بشعة. راحت ضحيتها شابة في بداية الثلاثينات داخل المنزل ديالها. في هذا البيت تلقات المغدورة طعنات متعددة على مستوى القلب بعد ما عادت بسيارتها من مدينة الدار البيضاء حيث كتشتغل. وكشفت مصادر خاصة لماسانك تي في أن المشتبه فيه تبع المغدورة للطبق الثاني حيث كتسكن. ومن بعد ما فتحت باب المنزل ديالها دفعها وباشر بطعنها قبل ما يلتحق بها الأب ديالها اللي كان كيتواجد في المنزل واللي تلقى ضربة بيد المشتبه فيه خلاته يغيب عن الوعي ديالو. وحسب مصادر رفضات الكشف عن الهوية ديالها، الضحية لم تكن على علاقة مع الجاني مثل ما يروج، والاعتداء ما كانش بهدف السرقة وإنما على الأرجح عداوة أو تصفية حسابات. هذه كانت المعلومات الأولية في انتظار عناصر الأمن يلقيوا القبض على المشتبه فيه ويكشفوا عن ظروف وملابسات الحادث. السلام عليكم، حنا كنتواجدوا بحي الحسنية واحد، بالضبط الحي الجريمة اللي تمت البارح في حق شابة تعرضت لطعنات قاتلة على يد مجرم باقي لحد الآن ما معروفش وباقي ما مسوكش عند العدالة، وتم في الطابق الثاني. ومعنا حنا الجارة اللي أولا تعرضت وكتمر بواحد الحالة اللي هي نفسية صعيبة بسبب داكشي اللي شافته، ثاني بسبب هضرة قالت وهي باغا تكذبها، وحنا جينا حالا باش نوضحوا بزاف الحقائق اللي تقالت البارح في بعض المنابر وفي بعض الصفحات الفيسبوكية واللي ما كاين منها والو. ومعنا الجارة اللي ساكنة الفوق هي غتقول لنا على لسانها شنو كاين. السلام عليكم لله. عليكم السلام ورحمه الله. انايا كنت كنصلي المغرب، الله يتقبل، صليت الركعه الاولى الركعه الثانيه، بديت نسمع واحد وكوك عباد الله تقول روح، قلت غير في الزنقه ما تاكدش شويه. انايا ملي سجدت بان لي داك الشيء الزديح 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 بزاف الضرب وداك الشيء الزديح، وانا نمشي تنجري نزلت تنجري تبعاتني بنتي. ملي نزلت تندفع في الباب، ملي كندفع في الباب بغيت نعتق البنت حتى تقول تقول روح. انت كتحبي وقيله خصام بينها وبين الاب ديالها ولا الاخ ديالها؟ ما كنسمع لا لا تنقول ياك ما البوطا ياك ما وقع لها شي مشكل في الدار ما تقولش انا القتيله ولا. ملي دفع تندفع في الباب تندفع في الباب وهذاك السيد اللي من ورا الباب تيدفع تيدفع شويه. ملي تبسم الباب تتبان لي البنت مغطاه بدميتها. هذا شفتي الجريمه؟ تتبان لي البنت مغطاه بدميتها. انا مشيت داك الدم تخلعت كذب عليكم، تخلعت وخفت على راسي وهربت. مشيت هربت طلعت لداري سديت عليا الباب، بديت كنصوني عليها في التليفون على امها ما جاوبتني، صونيت على اختها ما جاوبتنيش. شويه وانا مشيت تفقعت تركز شويه، مشيت للشراجم ديال 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 الدار، بديت كنعيط لعباد الله وكوك عباد الله تقول روح وكوك عباد الله تقول روح. قدرتي تستوعبي؟ ملي كاع سميتو شافوني الناس جيت عاد رجعت للتليفون تنصوني على بنتها وهي تجاوبني ما جاوبتني. قلت لها عتقي اختك راه تموت، عتقي اختك راه تموت. وتنغوت شويه بقيت في داري حتى جاو الناس، جاو الناس جا راجلي جاب البوليس صافي جاو شافوا اللي عطل. يعني انت راك ما شفتيش المجرم؟ انا ما شفتش المجرم، انا ما شفت لا مجرم. ها اللي شفت انا قلتو لي انا ما شفت والو. الناس كيقولوا انك شفتي وانك سيده والله الله يرحمها الله يرحمها ووالاها برحمته. تقريبا من وراء المغرب هادشي طرا؟ هادشي مع المغرب يلا وبنات المغرب. قلت لك كنصلي والسيده معروفه بحسن الاخلاق ديالها الحمد لله. المراه اسمع هذيك راه بنتي، هذيك راه بنتي راه ما تاكلش الماكله، انا ماكلينها كليتها معاهم عائلتي. الناس بقاو كيهضروا شي هضره اللي هي فارغه، وحنا حنا باش نصحوا هذا الموقف هذا. لا ما كاينش هادشي كلشي، الا سمعتي شي حاجه عن داكشي اللي بغينا نقولوا الناس اللي عمرها هضر. ملي سكنت هنا ب 2020 وانا حسنة الخلق 2020 وانا ساكنه معاهم ما شفتهم فيهم غير الخير الحمد لله، والاداب والصواب على والديها انا وقوره ومحترمه الله يجعلها في مع الاولياء الصالحين. الله يصبر والديها، حنا كنتمنوا الحاله ديال الاب ديالها كان غير مضروب بكروشي ماشي كما كيقولوا. حيت بعض لا مضروب في الراس مسكين واكل التقنيت ولكن ماشي خطر يعني الحمد لله قادر واقي بغينا نطمنوا عليه. لا ما واخا تتحرك مسكينه ايانا حالتها عيانه مكلوب وانت كيبقى الحاله النفسيه ديالك هو شويه شويه الله يرحمها مسكينه شويه. انا صراحه دابا ملي كنتخيلها قدام تنتخيل داكشي قلبي تنبغي نبكي تنبغي نبكي بالخلعه الخلعه الخلعه ومريضه بالسكر ما قدرتش تحمل ذاك المشهد. شكرا شكرا لك سمحي لينا. شكرا كنشكرك بزاف 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 انك دليتينا بهذه المعلومات. شكرا ماشي مشكل هذا واجب. شكرا حنا هنا باش نوضحوا بزاف الامور والله يخليكم. لك الانسان غادي يبلغ واحد المعلومه يبلغها بصدق او ما يبلغهاش. فهنا بزاف الناس بداو كيهضروا شي هضره اللي هي ما كايناش، وكاين اللي بدا كيبغي يطعن في شي حوايج اللي هما ما كايناش. فالسيده كتمشي للعمل ديالها، كتجي في لوقيته الخدمه، كتستاسيوني الطوموبيل ديالها. الامس بالضبط دات الطوموبيل ديالها تغسل في لافاج مع 28 جابتها حطاتها. الناس كيقولوا واحد الاطفال صغار ما قدرش يشدهم لانهم باقي صغار اللي كانوا واقفين كيلعبوا في الدرب. انا السيد جاعس عليها كان حاط الموتور بغا مشى عند الطوموبيل، هي شافته تخلعات خافت ولا يكريسيها سدات عليها الباب. هو داز من هاد الزنقه بالضبط دار راسو راه مشى، هي طلعت مع الدروج الباب ديال الدروج حيت هي عماره مشتركه كيبقى محلول باش يطلع. هي طلعت وتبعها، هي بغات تدخل دارهم دفع عليها الباب
كانت الكارثه بدا كيتجاب ليا وياه الدار كلها حنا شفنا ولكن المنظر ما نقدروش ندوزو لان ما جزاره الدار كلها مرونه من الداخل الدمايات باقي ما تحيدوش باقي داك الحاله يورث لها يعني ما جزاره الاب ديالها مسكين كان ناعس فاق كيتصدم داك المنظر بغى يدخل ضربو بكروشي وضربو الوجه يعني كاين عنده ضربات كثيره الحمد لله هو مشي في حاله خطيره ولكن نفسيته مدمره الام ديالها نفسيتها مدمره الاخ ديالها ما نقولش لكم يعني العائله الجيران كلشي مصدوم كلشي مكلوم وهما في غنى على شي احكام مسبقه القضاء هو اللي غيقول الكلمه ديالو الشرطه هي اللي غتقول الكلمه ديالها فحنا غنوافيكم الجديد ان شاء الله مع التحريات وكنتمناو انه قل خيرا او يصمت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma